سياسية. تأجيل محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى 8 من الشهر القادم. مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، المعارضة والنظام السوري يتبادلان الاتهامات وإخراج 300 مدني من الأحياء المحاصرة في حمص. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة مساء بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل. مرحبا بكم. تفاصيل الأنباء. التقى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني بمقر رئاسة الجمهورية بشباب ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو. نفى المسلماني وجود اعتذارات من جانب الشباب لأسباب سياسية، موضحا أن ثلاثة من الشباب اعتذروا لأسباب شخصية. ما هو العمل وماذا عن الطريق؟ تساؤلات تم طرحها على ممثلي شباب ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو خلال لقائهم والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية. لقاء غلبت عليه وجوه جديدة من شباب الثورة في تأكيد على أن الثورة ملك للجميع وليست حكر على أحد. مطالب الشباب تعددت، لكن الأبرز هو المطالبة بضرورة تمكينهم خلال الفترة المقبلة ورفض ما يسمى بمفوضية الشباب. في 25 يناير والذين خرجوا في 30 يونيو والذين لم يخرجوا في أي من الثورتين أن ينعموا بمستقبل لائق لمواطن محترم في دولة مناسبة لأن تعود إلى مستواها التاريخي. محور السياسي الحقيقة بيتكلم عن نظامين الناس مش متصالحة معهم، في مشكلة. احنا عايزين نتكلم على معايير المستقبل عشان يبقى عندنا فرز في القادم، لأن الحقيقة في اشتباك كبير جدا في المجتمع ما بين النظامين السابقين وما بين الرغبة الحيوية والحميمية في التجديد والتغيير، ودي رغبة الشباب المصري. واعتقد ان بتبان كل شوية ارهاصات على غضب الشباب من اننا ممكن نعود للنظام السابق. شباب الثورة اعربوا خلال اللقاء عن تخوفهم من عودة نظامين سابقين، خاصة بعد ظهور عدد من رموز النظام الأسبق في المشهد الحالي، الأمر الذي اعتبره البعض عامل إحباط وعقب أمام استكمال مسيرة الثورة. إن المفوضية وضعها الآن قبل الانتخابات الرئاسية أو وضعها من مؤسسة الرئاسة الآن قد يكون نواة لأزمة حقيقية في المستقبل. عشان كده أنا قلت أرجو ألا يكون هناك مفوضية للشباب، أرجو أن يتم دراسة الأمر أكثر من مرة، وأتمنى أن يكون الأمر ده بعد انتخابات رئاسية، ما ينفعش أنه هو يكون من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. لم يكن الحضور من الشباب ممثلين عن نظرائهم من شباب ثورة فحسب، بل جاءوا ممثلين عن أغلب محافظات مصر خاصة شمال سيناء والوادي الجديد، حيث استعرضوا عددا من المشكلات التي تعاني منها محافظاتهم خاصة في مجال التعليم والصحة. طلبنا بإغلاق الأنفاق الحدودية ونساند الشعب الفلسطيني عن طريق الحدود وليس عن طريق الأنفاق. تحدثنا عن تنمية سيناء، لأن بالفعل ما لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء ولا ضمير وطني. احنا عاوزين الضمير الوطني لتنمية سيناء. سيناء هي المستقبل، سيناء هي أرض الفيروز، سيناء ضد الإرهاب. لقاء المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية بشباب ثورة هو امتداد للقاءات دورية تعدها مؤسسة الرئاسة في محاولة للاقتراب من وجهات نظرهم حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستقبل مصر. مرة أخرى يأتي لقاء مؤسسة الرئاسة وشباب ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو ليبدد ما لديهم من مخاوف من عودة ممارسات ورموز النظامين السابقين. لقاء غلبت عليه وجوه جديدة في تأكيد على أن الثورة ليست حكرا على أحد، بل هي ملك وحق للجميع. من مقر رئاسة الجمهورية آية عبد اللطيف، النيل. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد مشهور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد الذين حضروا لقاء اليوم. أستاذ أحمد، بعد التحية لك أن تطلعنا على أهم وأبرز ما جاء في اجتماع اليوم مع المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا انا بعيد جدا فكره الاجتماعات مع المجموعات المختلفه من الشباب، وده شيء مهم جدا كنا نفتقده في الفتره اللي فاتت، ولكن طالبنا بعض منا ان يكون في اجنده واضحه للاجتماعات بعد كده، على اساس ان المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها وانا بتكلم باسم حزب الوفد ينفع ان احنا نناقشها داخل مؤسسات حزبنا، على اساس ان احنا نيجي برؤيه واضحه للحزب نعرضها، وبالكوادر المختلفة اللي موجودة بالمتخصصين في المجالات المختلفة هم اللي يجوا يعرضوا رؤية الحزب علشان نعرف نفعل دور الأحزاب. النقطة الثانية اللي اتكلمنا فيها وبقوة كانت الشفافية اللي بيطالب بيها كل الشباب تقريبا، ان احنا في الفترة الحالية في عدم ثقة موجود في إعلام كتير وفي مواضيع كتير بتظهر، واحنا محتاجين نعرف حقائق من 25 يناير، واحنا بنسمع أخبار كثيرة ومؤامرات كثيرة ولكن لا نستمع إلى الحقائق والشفافية، وإحنا بنطالب بهذه الشفافية. بالنسبة للكوادر الشبابية وتمكينهم، غير التمكين في احتياج مهم جدا لتدريبهم إن هم يقدروا يقوموا بالدور المطلوب منهم في المؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي نعرف نبني مؤسسات قوية نقدر نوصل للحلم اللي احنا بنحلم فيه. نعم. اذا استاذ احمد، يعني هل من نتائج بعينها خرج بها هذا اللقاء، ام انه لم يتعدى كونه فقط لقاء مع شباب ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو؟ للاسف طبعا بسبب عدم وجود الاجنده الواضحه من الاول صعب قوي ان الواحد يوصل للنتائج فعليه، ولكن المطالبة اللي كل الناس كانت مجتمع عليها هي موضوع الشفافية، والشباب اللي تم القبض عليهم في الأماكن المختلفة يا إما الواحد يعرف التحقيقات وصلت لإيه، أو لو ما فيش أي تهمة عليهم يجب الإفراج عنهم فورا، وده كانت من المطلب الرئيسي لمعظم الشباب الموجود. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد مشهور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. انتهى اجتماع الجمعية العمومية الذي قدعت إليه حركة تمرد جميع مكاتبها الإدارية والتنفيذية، حيث أعلنت الحركة دعمها رسميا للمشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة. من ناحية أخرى، قررت الحركة تجميد عضوية حسن شاهين ومحمد عبد العزيز وخالد القاضي على خلفية مشاركة حسن شاهين ومحمد عبد العزيز في المؤتمر الذي أعلن فيه صباحي خلال ترشحه للانتخابات لرئاسة الجمهورية وبإعلانهما دعمه في انتخابات الرئاسة. من جانبه، نفى المتحدث باسم تمرد محمد نبوي وجود انقسام في الحركة، معتبرا أن خروج ثلاثة أعضاء عن المسار العام للتنظيم لا يعني بأي حال من الأحوال تشتت الحركة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد. أستاذ محمد، بعد التحية وتوضيح لما حدث في أروقة الاجتماع اليوم بشأن تجميد عضويات عدد من ثلاثة أعضاء من حركة تمرد. طيب، يعني هو في الحقيقة المؤتمر النهاردة لم يكن لتجميد عضوية أعضاء الحركة، المؤتمر النهاردة كان لحسم المرشح الأساسي أو الذي ستدعمه الحركة بشكل رسمي. المؤتمر العام النهاردة كان مدعو ليه المكاتب الإدارية والتنفيذية، لبت دعوة المكاتب الإدارية والتنفيذية من 22 محافظة على مستوى الجمهورية وقيادات الحركة المؤسسين. انتهت الجمعية النهاردة، لأننا بنشكر كل أعضائنا اللي كانوا مشاركين معانا من أول يوم، محمد عبد العزيز وحسن شاهين وخالد القاضي ومي وهبة، إلا أن قرارهم بأن هم يدعموا شخص آخر في انتخابات الرئاسة ده قرار فردي ولا يعبر إلا عن شخصهم، وقرار الحركة رسميا هو دعم المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة إن شاء الله. وإن شاء الله قررنا تشكيل لجنة تسيير أعمال مكونة من 5 أفراد عليها أن تدرس في الفترة القادمة شكلنا في الإطار السياسي القانوني القادم، وكان رأي الجمعية العمومية النهاردة في دراسة كيفية تشكيل حزب سياسي يعبر عن حالة تمرد التي انطلقت في الشارع المصري من 30 يونيو، ومكونة لجنة تسيير الأعمال إن شاء الله لاجتماع في الفترة القادمة لدراسة كيفية التحول إلى كيان قانوني إن شاء الله. طيب، هل كان لكم مشاركة واضحة في اجتماع رئيس الجمهورية أو مع المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية؟ طيب، يعني خليني واضح مع حضرتك، احنا تلقينا 6 دعوات في هذا الاجتماع لست أشخاص ينتموا لنظام
كان تنظيمي لتمرد. لو هتكلم انا عن نفسي بصفتي الشخصيه، يعني الاول خليني اوضح، تمرد لم تقاطع الاجتماع، ولكن الظرف الطارئ اليوم هو اللي حتم على الاعضاء ان هم ما يحضروش اللقاء. الا ان انا شخصيا محمد كان عندي راي واضح من يوم الدعوه، بان انا شايف ان الاجتماع ما فيش فيه هدف واضح، وشايف من وجهه نظري ان السيد المحترم المستشار الاعلامي بيقوم بدور المستشار السياسي، وان المستشار السياسي بيقوم بدور المستشار الاعلامي، فاعتقد ده تخبط في يعني ممارسه مؤسسه الرئاسه. فكنت اتمنى ان الامور ترجع لنصابها الصحيح. فبالتالي انا كان عندي قرار شخصيا ان انا كده مش هحضر المؤتمر، الا ان الظرف اللي كان عندنا في الحلقه النهارده حتم علينا جميعا ان احنا ما نكونش حاضرين. طيب أستاذ محمد، سؤالي الأخير عن ما يثار من شائعات حول انقسام في حركة تمرد بعد موقف الأعضاء الثلاثة من دعم حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية القادمة. طيب يعني اعتقد المؤتمر اللي واخد النهارده ده اكبر دليل انه لا توجد اي انقسامات او انشقاقات داخل تمرد، واختلاف مجموعه من الاشخاص، يعني ثلاثه او اربع اشخاص في قرار الحركه لا يعبر عن اي انقسامات، وهم لا يعبرون الا عن انفسهم لا اكثر ولا اقل. نحترمهم ونقول لهم ونمارس ديمقراطيه وحقهم في اختيار مرشحهم، ولكن القرار الرسمي لتنظيم تمرد هو دعم مشير السياسي ان شاء الله حركه مشروع السياسي. اشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد. قرر مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا في عدد من قضايا الإرهاب بعد الانتهاء من فحص كافة التظلمات فيها. وأشار المكتب إلى أن كافة الأحكام الصادرة في تلك القضايا نهائية وبات